يمكن كنا بنتكلم معاك في موضوع ديوان، لكن لقينا قصيدة بتتكلم عن دكتورة مريم الصادق المهدي. وأنا ما أعرف الحكاية شنو يعني خلاك تقول هذه القصيدة في دكتورة مريم الصادق المهدي. والله الأستاذة نعم نعم مريم الصادق المهدي، أنا بمدح النسوان المتعلمات طبعا أكيد، لأن ده تغيير. نعم، في حديث بيقول شنو ناقص عقل ودين، حس الكلام ده يعني بقت رئيس نائبة رئيس المجلس، لا هو ممكن يكون ما حد صحيح ما لأنه ما في نقصان يعني ربنا سبحانه وتعالى منتقص مننا نقص العقل ودين ما دايل حس عليه. نعم، لو جاء صحابي ولقى نائبة رئيس الجمهورية بيقول شنو؟ ما يقدر يقول حاجة غير إنه طيب الملك عبد الله رحمة الله على الملك السعودية. نعم، في 150 رجل دل شنو مجلس الشورى بتاع شنو السعودية. نعم كويس. نعم، قام عين 30 مرة في مدى الشورى. لو جاء صحابي يلقى القصة دي يقول شنو؟ ما داري أنا أعرفها. نعم نعم، كلامه صح طبعا. نعم صحيح، لأنه الآية القرآن لكن هناك احنا نرجع الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم من يحكم يراء. أيوة، نعم معناتها كلام انه عنده. نعم، وعائشه ما قالوا له النص الثاني ناخذ منه. دكتوره مريم الصادق المهدي يعني مراه، هي مراه صادقه، مراه قويه، يعني دي من الصفات اللي شفتها. أيوة، لانه انا عايشتها. هي مراه قويه يعني فيها فعلا مراه ممكن تمثل المراه في 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 كل مكان. صحيح، صادقه قويه عندها عزيمه. أيوة، عندها فكر. انا افتكر يعني دي كلها صفات موجوده فيها. طيب كده نسمع القصيده اللي انت قلتها. طيب فيها ونشوف الزاويه. طبعا فمدحتها بهذا يعني قلت طيب درجه كبيره. نعم طيب، في السياسه شقت طريق المجدي ونالت قياده الحزب، صارت في علو النجم الغمري، أي مرمى التعليم صعدت به درجات العز والشرف، أصبحت فخرة الأنونوسة كالجبال شموخا غوط الصهر، صرت تسبحين بالعقول في مدارة الفضاء، وغدا تعلو على ضفة الحكم وتكسو ديباج تكسيه ديباج عز وفخر، والنساء خطون خطوات حسيسة ومحون عنهن بالعلم جهلة الفكر، وقد نال حزبك في الماضي 101 نائبا، وغدا برفيقاتك تسحين بالثوب نصرة. أبيك وفق في الاختيار وأصاب منه أصاب سهم، وجد فيك المثل والقدوة وحسن الرأي وجمال الفكرة، وجعلك للقدم براسا حقا أصاب الهدف، سينال في عدله من إله ثوبا وأجرا، كنت زمن الغهر محسوبة ضعيفة، والآن بالعلم بالعلم شببت وعلوت فوق العلو طفرة، وحديثك صار يجد قبولا وإدراكا وفهما، ونجد فيه نفعا وفي التاريخ خلودا وذكرا، وعملك عند المولى تجدين ثوابا وأجرا، عند خلقه استحسانا وشكرا، وصوتك له اهتزاز يهز أركان الظلم ويعود بالديمقراطية من أهل السوء الغدي، لو رآك صحابيا لأضمر في نفسه شيئا، يدرك بأن العلم يعرف يرفع شأنا، شأن إنسان والجهل ينزل غدرة، الحاسدون يزدادون في قلوبهم عليك أسن وغبنا، والطيبون يتمنون لك ازدهارا وطول عمره، ومقامك يعلو فوق العلا، ويجد احسسانا وذكرى، اسمك يعلو في الفانية سنينا ودهورا وعمره، أمانيك لتجعل لهم الدنيا أمنا ورخاء، ويرفعون الأكفة للرحمن حمدا وشكرا، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هذه حجة المولى على الجاهلين الأمر، آية تحمل جل المعاني، في الماضي لها معنى والآن فهمنا معانيها، وتحمل في طياتها ضوءا ونورا، لك الأمان توفيقا في الخطى، ولك النجاح إذا رفعت الأكفة للرحمن شكرا، قدم بالعلم تعلو النساء على الرجال في كل شيء، في الغرارات في يدها السلطة والأمر، تعيد أندلسا في كل بقعة، والكعبة ترفرف راياتها، وزمزم شفاء لنا وطهر. يا سلام يا سلام، هذه القصيدة في الدكتور مريم الصادق المهدي، هي حقيقة يعني مرأة مفخرة لنساء السودان، ولا شك يعني من خلال مبادراتها من خلال فكرها النير. شاعرنا الأستاذ عبد الرحمن محمد المهدي، ليك التحية.